10% ولا شغل مثلا خارج الرياضة اللي يبقى 20%، يمكن اختار الشغل اللي فيه رياضة، لأن الرياضة تعني لي الكثير. أنا طبعا يعني بقول ليش قاعد أقول الكلام هذا بعد شوي. يعني الطريقة اللي تدار فيها الرياضة في أوروبا مختلفة تماما عن الطريقة اللي تدار فيها الرياضة في أمريكا من ناحية الموارد المالية. أنا اهتمام الأمريكي فوتبول وأملي في يوم من الأيام إني أمتلك نادي كرة قدم أمريكي، وأنا أشجع سان فرانسيسكو 49ers. والسنة الماضية كان عرض علي برضو نادي مشهور في أمريكا، ما أقدر أقول لأني وقعت اتفاقية سرية في ذاك الوقت، لكنهم منافسين للفورتينايرز، فما كان عندي رغبة. هذا زي مثلا واحد أهلاوي يعرض عليه نادي الاتحاد، فأكيد إنه يعني بيكون بين نارين، يعني وده يخدم فلوسه وفي نفس الوقت مثلا يكون ما يحب النادي الثاني، أو العكس طبعا، أو مثلا الاتحاد يعرض عليه الهلال أو الأهلي أو، فما حصل الشيء هذا. لكن يعني to make long story short، أنا أعتقد إنه إحنا في المملكة عندنا فرصة كبيرة لو أدرنا الرياضة بشكل جيد أن نحولها إلى صناعة كبيرة. أول شيء الرياضة من أنا مثلا أجي من مجال صناعي، لما عندنا نسبة تساعد 28% شركة سوي فات ورق ونعتز فيها ونعتقد أنها نسبة عالية، بينما في المجال الرياضي يمكن لو دخلت أي نادي في المملكة هتلاقي نسبة تساعد تزيد على 90%، فهي أصلا من المجالات اللي فيها تساعد عالية. لكن برضه أنا أعتقد أنه إحنا عندنا فرصة بأموال أقل إن لو إن نرفع مستوى الرياضة في المملكة نحقق نتائج أفضل في الألعاب الأولمبية وفي كأس العالم. أنا أؤمن بشدة إنه إحنا عندنا إن فرصة نخلي الدوري السعودي من أفضل الدوريات في العالم، طبعاً بعد الدوريات الثلاثة الكبار اللي هي الإنجليزي والإسباني والإيطالي، هذه دور يعني أكيد إنها حتبقى دائماً 1 2 3، لكن أنا أقول إنه عندنا فرصة إن نرفع مستوى الكرة في السعودية بشكل كبير. ونقدر نوفر على الدولة، لأن إحنا الميزانية نصرفها على الرياضة خلاف اللي ما يعتقده الكثيرين. يمكن إحنا لو رحنا جدول الألعاب الأولمبية وشفنا بعض الدول اللي سابقتنا في الميداليات هنلاقي إن الميزانيات تزيد على يمكن أول 5 أو 6 دول فوقنا، خاصة من الدول الأفريقية وبعض الدول الآسيوية. فحنصرف على الرياضة كثير، وما عندنا يعني اللي يصرف على الرياضة أعتقد إنه يعني لو انت مثلا نظرت، انا اتيحت لي الفرصه لما كنت في لجنه التخصيص اني كان معنا اعضاء فيها وزاره الماليه، مثلا وزاره المعارف 98% من اللي يصرف وزاره المعارف يصرف في رواتب، فمجال التطوير فيها بالتالي يكون هو مجال كبير، بينما الرواتب في ميزانيه رعايه الشباب ما تزيد عن حوالي 15%، 85% من ميزانيه رعايه الشباب في مجالات غير الرواتب، فمجال التطوير فيها كبير. عموما أنا أعتقد إني اهتمامي بالرياضة يعود لأن أنا عندي نظرة يعني نظرة مختلفة لأهمية الرياضة. خلينا أقول إنه إحنا أنا متأكد إنه إحنا لو سألنا أي أحد إيش تعتقد أهمية الرياضة، فإجابات هتكون إجابات التقليدية اللي هي صحيحة ومهمة، مثل إنه العقل السليم في الجسم السليم، أو إنه إبعاد الشباب عن التطرف والمخدرات، أو إنه مثلا من مجالات اللهو البريء، كلها هذه أشياء ممتازة ومهمة، لكن أنا عندي أن الرياضة ممكن تكون أهم من كذا بكثير. أنا ودي أتكلم عن بعض الفوائد اللي أشوفها للرياضة من ناحية سياسية ومن ناحية ثقافية ومن ناحية اقتصادية. إحنا في المملكة ممكن كلنا سافرنا بلدان عربية، يمكن ما هم الشعوب اللي أو الناس اللي محبوبين في البلدان العربية أو بعضها على الأقل، وشفنا هذا في حرب الخليج الأولى، كانت تجربة قاسية في حرب الخليج الأولى اللي كانت يوم العراق غزا الكويت. انا اعتقد انه يعني مثلا الرياضه ممكن تكون لو احنا مثلا صار عندنا دوري سعودي ممتاز، صرنا مثلا صار احنا الحمد لله نجحنا في السعوديه ان اعلامنا تقريبا يغطي كل الشرق الاوسط، يعني اكثر شركات الاعلام الاي ار تي اوربت الام بي سي مملوكه برؤوس اموال سعوديه، فاحنا اوريدي عندنا نقدر نسوي الاكسبوجر اللي نبغاه لان الاحداث السعوديه تصل لكل الشرق الاوسط. فلو احنا صار عندنا دوري سعودي قوي ونجحنا مثلا نخلي واحد في الضاحيه الجنوبيه في لبنان او مثلا في المغرب في في في, في مكان في المغرب او في تونس او في سوريا انه يتابع الدوري السعودي وانه يصير النادي الثاني اللي يحبه بعد ناديه في بلده هو نادي الاتحاد او نادي الاهلي او نادي النصر او نادي الهلال او نادي الشباب او اي نادي في السعوديه. لما يصير عندنا دوري قوي في المملكه مع اعلامنا ما شاء الله اللي يوصل كل محل ويصير متابع من هذه الدول، انا متاكد انه هذا حيخلي فيه
حيخلي خاصة نسبة كبيرة من العالم العربي من الشباب، لو صاروا مثلا الشباب في البلدان هذه يتابعون الدوريات السعودية الدوري السعودي، هذا أول شيء معناه يعني بطريقة غير مباشرة حيحبوننا. رقم اثنين بطريقة غير مباشرة حيتابعون قنواتنا، حيتابعون حيدخلون على مواقع الانترنت التابعة للأندية، لما يدخلون على مواقع مثلا موقع نادي الاتحاد مثلا، والموقع نادي الاتحاد حيكون مثلا يكون في مثلا دعاية مثلا جرائد سعودية أو مثلا منتجات سعودية سابقة أو غيرها، فاحنا حتكون طريقة إن احنا نسوق أفكارنا، نسوق منتجاتنا، إن الناس تحبنا وتألفنا، لأن الرياضة من أكثر المجالات اللي يدخل فيها الشيء للقلب. يعني أنا كنت مرة في محاضرة أمثل فيها آسيا، في كان في نائب رئيس ريال مدريد، كان اللاعب الإسباني القديم بوترينيو، وكان في رئيس نادي نيوكاسل، وأعتقد كان في نائب رئيس نادي ميلان، وكان أظن نائب رئيس نادي ميلان قال قصة استوقفتني كثير، قال الأقوى يقول أقوى ولا إيه في الدنيا دائما الدين والرياضة. فيبغى يشرح قصده، فيقول مثلا انت لو رحت اي مطعم يقول له مثلا بيبسي كولا ولا كوكا كولا، تنفق الاف الملايين عشان البراند نيم حقها، يعني بخدمه البراند نيم. ونفس الشيء بروكتر اند جامبل ولا مثلا شركات كبيره، لكن على كل هذا اللي تنفقه ما تنجح تخلق الولاء اللي موجود في الرياضه. يقول مثلا لو انت تشرب تحب الكوك ورحت مطعم وما كان يقدم الا بيبسي، ممكن تشرب بيبسي بدل كوك، لكن لو انت ماخذ ولدك يشتغل في الاتحاد وما لقيت لك نادي الهلال، عمرك ما حتشتغل طبعا في نادي الهلال. فالولاء في الرياضه هو من الاشياء اللي يعني قوي دائما. يعني فانا اقول انه احنا نسمع دائما عن الغزو الثقافي مثلا. انا اشوف انه لو نبغى نعرف ايش يعني، لو نتكلم عن الغزو الثقافي خلينا ناخذ مثلا امريكا. امريكا كيف حتى اللي لهم مواقف ضد امريكا، كيف امريكا تقدر توصل ثقافتها، افكارها، منتجاتها، انها تخلي الناس يحبونها عن طريق مثلا منتجات كبيره، مثلا السينما واحد من اكثرها فعاليه. الرياضه انا اتوقع برضه من اكثرها فعاليه، يعني مثلا اللي مشجع اللي يتابع الـ NBA مثلا ويشجع الليكرز ولا يشجع بوسطن ولا يشجع او مثلا او الدوريات الايطاليه والاسبانيه، لما انت تتابع دوري بلد حتقرا جرايدهم، هذا ممكن يخلي يعني فرصة أكبر إنك تسافر البلدان هذه. فأنا أقول إنه الرياضة هي من الأشياء اللي ممكن تخليك محبوب في المنطقة اللي أنت فيها. الفوائد الاقتصادية طبعاً هي فوائد كبيرة وما تخفى على أحد. أنا أعتقد إحنا دائماً في المملكة فهمنا قاصر لأهمية الرياضة. يعني مثلاً أنا أقول إنه إحنا دائماً ننظر للتأثير المباشر في الرياضة، يعني مثلاً اللي هو يصرف فقط على الرياضة بمفهومها الضيق. لكن مثلا أنا ودي أعطي مثالين، يعني أشوف أوري كيف تأثير الرياضة في المجتمع اقتصادية غير بالمرة اللي يبدو للناس كثيرين. مثلا أنا أشوف إنه خلينا ناخذ مثلا ART أو الأوربت، أنا عندي علاقة ممتازة بمالكين أوربت، وأعرف طبعا علاقة صداقة مع أستاذ محي الدين كامل، و وكلنا نعرف القنوات الرياضية، أكثر قنوات تسوق في القنوات هي القنوات الرياضية. نفس الشيء في الجرائد، أنا يعني أتوقع الجرائد مثلا لو شار الصفحات الرياضية كنا نقدر توزيعها بشكل كبير. فإذا بالتالي الرياضة لها تأثير، مثلا هذه مثالين مثلا لقينا إنه الرياضة لها تأثير كبير في اقتصادياتها. الشيء الثاني مثلا في أمريكا اللي تابع الرياضة الأمريكية عام 94 حصل إضراب في البيسبول، كان ما وصلوا اليونيون حقت اللاعبين، طبعا انا اتابع الرياضه الامريكيه من زمان، اصعب يونيون ودائما اكثرها مشاكل هي اليونيون حقت البيسبول. حصل لما جو جددون الكولكتيف بارجنج اجريمنت بين مالكين الانديه واللاعبين، حصل في خلاف كبير فصار في اضراب والغوا موسم 94 حق البيسبول. فكان تاثيرها يعني كبير على اشياء كثيره، تاثيرها مثلا تعرفون انه دائما مجال الرياضه هو من اكثر مجالات الدعايه، والمشروب مثلا مشروبات معدن الاسنان، في منتجات كثيره تعني مجال الرياضه، هي تاثر لما 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 تاثر الرياضه. نفس الشيء مثلا بعض الاوتيلات، الاماكن المحيطه بالسادات، المطاعم، اشياء كثيره يعني. فاحنا كنا لما كنا في لجنه التخصيص اللي قاعدين الدكتور منصور، طلبنا من سامبا انه يعمل المكه السابقه، المكه السعودي الامريكي،
أن يعمل دراسة لو أديرت عندنا الرياضة بشكل جيد